منجم ذهب وسط النفايات دقت فيه شركة مكسيكية معاولها، والهدف جمع النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى مواد إنشائية تسهم في حل مشكلة إسكان الفقراء. من هنا في أطراف مدينة غوادالاخارا ثاني أكبر مدن المكسيك، يجمع عمال شركة كوادرو للحلول البيئية 40 طن متري من النفايات البلاستيكية شهريا لتنظيفها وفرزها لإعادة تكريرها. نحول النفايات إلى ألواح بلاستيكية تصلح كبديل لمواد البناء التقليدية مثل الخشب والحديد والإسمنت. الشركة وظفت فريقا من الخبراء لتحديد أصناف البلاستيك المستخدمة فيها مثل البوليثيلين، تمهيدا لفرمها ومزجها بنسب محددة في صواني معدنية، ومن ثم خبزها في أفران كبيرة مدة ساعة لإعطائها الصلابة الكافية. وتشدد الشركة على أن منتجاتها المصنوعة من البلاستيك المكرر تعادل بمتانتها المنتجات الأخرى مثل الخشب والمعدن والإسمنت، وتعيش لفترة أطول، ويمكن استخدامها في بناء المساكن والأسيجة، والأهم من ذلك كله أنها تحل أزمة السكن المتفاقمة، حيث تتراوح كلفة بناء المنزل من الألواح البلاستيكية المكررة بين 4,000 إلى 5,000 دولار، أي ربع كلفة منزل عادي صغير. هدفنا الآخر هو صنع منتج يسد لنا حاجة السكن في المناطق الفقيرة، حيث لا يحظى المواطنون بفرصة الحصول على سكن لائق. تشير الأرقام الرسمية إلى أن المكسيكيين يلقون أكثر من 4,000 طن من النفايات سنويا، والكمية في ازدياد نظرا لزيادة استهلاك الفرد من المنتجات البلاستيكية مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. وتتزايد الدعوات الحكومية لإيجاد طرق مستدامة لحل هذه الأزمة، خاصة أن النصيب المكرر منها لا يزيد عن 10%.